طعام ومعدة لينزي تزمجر بصوت عال من الجوع. إنها جائعة للغاية، إنها تبدي في البكاء. مسكينة، بسبب صوت بكائها العالي لقد أيقظت كل الجيران. سامع صراخها جدتها وأختها والشيف. لقد جاءوا جميعاً إلى لينزي لمعرفة ماذا حدث، ورأوا أنها جائعة. وهكذا أختها كلوي، الجدة والطاهي مستعدين لإسعاد لينزي بأطباق جديدة. ماذا تريد؟ لينزي تريد دونات وردية اللون. كلوي جاهزة بالفعل لإكمال المهمة. الشيف واثق أيضاً من قدراته. أيضاً تريد الجدة إرضاء لينزي. لقد أخذت العجينة وبدأت في ملء قوالب الدونات الصغيرة بها. الجدة والطاهي لقد بدأوا بالفعل في إعداد أطباقهم، ولكن ماذا عن كلوي؟ أوه، عجينتها تبدو غير عادية. قررت أن تكون دوناتها ملونة. وبهذه العجينة اللامعة ملأت القوالب أخيراً وبدأت في الطاهي. هذا جيد جداً. الجدة سعيدة لأن كلوي مبدعة للغاية وتحاول جهدها. لكن يبدو أن الشيف ليس مسروراً بكل هذه الرقة. إنه يريد أن يرى ما حققه هناك بالفعل. أخذ قطعة دونات وبدأ بإدخال لوز فيها. كم هذا لطيف! والآن يضعها على سيخ ويغمسها بهذه التغطية الزرقاء. وما هي النتيجة؟ ظهرت وجوه وحيد قرن على الدونات. الشيف سعيد بالطريقة التي اشتغل بها. والجدة قررت أيضاً أن ترى طريقتها الخاصة. أوه نعم، الدونات لذيذة وشهية. تضعهم على طبق، ولكن يبدو أن هذا ليس كل شيء. تغطية وردية اللون وفرشاة، وجميع الدونات مغطاة بالفعل بطبقة حلوة ولامعة. لكن الجدة كان لديها شيء آخر في جعبتها. من خلال غربال أقوم برش سكر البودرة على الدونات. أوه هذا يشبه الثلج، جميل جدا. أوه لا، شخص ما على وشك العطس. هل كل شيء على ما يرام؟ أوه لقد عطست الجدة على السكر البودرة وأصبح منتشرا في كل مكان. باركك الله. حسنا، دور كلوي، على ماذا حصلتي؟ أوه دونات مشرقة جدا. حسنا، هيا بنا نذهب إلى التزيين. تقوم كلوي بترتيب الدونات متعددي الألوان على شكل ابتسامة، وتخرج زينة الموز الصفراء. تسكبها على الدونات. لست متأكدة من أن هذا يبدو لطيفا جدا، لكن مع هذه الفراولة هذا يبدو أجمل بالتأكيد. أوه لقد تذكرت الرشات وأرادت إضافتهم أيضا، ولكن المشكلة أن العبوة لا تفتح. هيا جربي مجددا. أوه إنها محكمة الإغلاق. ما الأمر؟ لا أستطيع فتحها. أوبس، حاولت كلوي جاهدة أن تفتح الرشات حتى نجحت في النهاية. الجدة والشيف يضحكان على ما فعلته كلوي. لكن في النهاية الدونات مزينة بشكل مثالي. وهكذا يمكنكم تقديم أطباقكم إلى لينزي. شهية طيبة. وأول طبق تختاره هو طبق جدتها. قطعتان من الدونات الوردية فاتحة للشهية جدا، ولكن يبدو أن طعمهم ليس شيئا مميزا حقا. هيا بنا نكمل. بعد ذلك ستجرب طبق الشيف. دونات اليونيكورن الصغيرة مثالية تماما. كيف طعمها؟ أوه لينزي تعتقد أن هذا لذيذ للغاية. حسنا، أخيرا دونات كلوي. تبدو مذهلة أيضا. وطعمها كيف؟ واو يبدو خلاب. وهنا الفائز بجدارة، مبروك كلوي. نعم كلوي سعيدة بفوزها. الآن لدى لينزي طلب جديد، إنها تريد البيتزا.
فقط ألقوا نظرة على وجه الشيف، إنه يبدو جاهزاً وجداً. كلوي سعيدة أيضاً، وبالطبع ستحاول الجدة كل جهدها. الجدة تبدأ أولاً، تأخذ صلصة البيتزا الخاصة بها وتفتحها، ثم تسكبها على العجينة، وبعد ذلك تنشرها بالتساوي بالملعقة، وتبشر الجبن في الأعلى بحيث يغطي كل القطعة بأكملها بالتساوي. هذا كل شيء؟ أوه لا، تضع البيبروني فوق الجبنة وتدخلها إلى الفرن لتخبز جيداً. جدتي انظري لهذا! الشيف يلفت انتباه الجدة إلى كلوي، إنها تطير العجينة بعيداً. كان الأمر محرجاً، بماذا سوف تخبزي الآن؟ آه، الجدة تأتي للإنقاذ وتعطي كلوي قطعة جديدة من العجين. الآن تستطيع كلوي أن تبدأ الطهي بأمان، ولكن ماذا تفعل؟ تأخذ المارشميلو وتضعه مباشرة على البيتزا، والآن ما هذا أيضاً؟ سكيتلز؟ هذا لا يصدق! تقوم كلوي بترتيب السكيتلز بعناية على شريحة البيتزا حسب اللون. بالطبع هذا جميل جداً، لكن أتساءل هل هو لذيذ؟ تضع البيتزا في الفرن، وبعد ذلك قريباً سوف نكتشف إذا كان طعمه جيد أو لا. كلوي سعيدة بعملها، وجدتها تدعمها أيضاً، لكن الشيف ليس سعيداً بمثل هذه التجارب. إنه يأخذ العجين والصبغة. واو، انظروا إلى هذه العجينة، تحولت إلى اللون الأسود. الجدة وكلوي متفاجئتان، ويأخذ الشيف بدوره شوبكا ويبدأ في فرد عجينة البيتزا. ليس سيئاً. التالي يأخذ الصلصة بالملعقة ويوزعها بالتساوي على عجينته غير العادية. من المؤكد أنها تبدو مؤثرة للغاية ومذهلة. بعد ذلك يبشر الجبن حتى يملأ الفراغ بالكامل. وما هذا أيضاً؟ المزيد من التجارب؟ أحضر الشيف المأكولات البحرية. يأخذ الجمبري وبلح البحر ويضعهما مباشرة على البيتزا، ثم يغطيها بالطماطم. شيف، هل أنت متأكد أن لينزي ستحبهم؟ إنها طفلة بالنهاية. الشكل رائع، لكننا لا نعرف الطعم. الشيف يضع البيتزا في الفرن ليخبزها. بيتزا كلوي ملونة للغاية، وبيتزا جدة تماماً كما الصورة. أما بيتزا الشيف على وشك أن تكون جاهزة، هيا أخرجها من الفرن. واو، تبدو رائعة للغاية. حان الوقت لتقديم الأطباق إلى لينزي. شهية طيبة. ما هذا؟ بيتزا سوداء؟ بالتأكيد تبدو غريبة بعض الشيء، خصيصا مع هذه الأصداف. لا أريد أن أتذوقها، هذا ليس مشهي على الإطلاق. لنبدأ مع بيتزا كلوي، إنها مشرقة وحلوة. ربما ستحبها أكثر يا لينزي، تذوقي وأخبرينا. حسناً، بشكل عام ليس سيئاً، ولكن لا يوجد شيء مميز. لسوء الحظ لم يكن لبيتزا كلوي عامل الإبهار. أما بيتزا الجدة القادمة مثل الصورة تماماً. لينزي تأكل بشهية ولا تستطيع التوقف. من الواضح أن هذه البيتزا هي الفائزة. هذه المرة فازت الجدة، مبروك. تعرض لنا لينزي الآن صورة. إليكم ما يجب طهيه. تفكر كلوي بالفعل فيما ستفعل. هل هذا لحم مفروم نيئ؟ من الواضح أن كلوي لا تحب لمسه، لكن لديها فكرة بالفعل. لقد أخذت قطعة من خبز البرجر ومعجون الشوكولاتة، وهكذا تضع ملعقة كبيرة من الشوكولاتة مباشرة على الخبزة. كلو
زوي تحب الشوكولاتة أيضاً. التالي لديها هو المارشميلو. مجدداً؟ من الواضح أن هذه الفكرة ليست جيدة بالنسبة للشيف والجدة. أخذت الجدة الخبز أيضاً وقررت تحمصه قليلاً لجعله مقرمشاً. ماذا عن الشيف؟ أوه، لقد رمى الخبز في الهواء وسقط مباشرة على الشواية. إنه يعرض مهاراته. الجدة منبهرة. خلال هذا الوقت تأخذ الجدة اللحم المفروم وتبدأ في إعداد شرحات اللحمة. هكذا. وأنتظر. أوه لا، نامت الجدة. استيقظي، لا تحتاجي إلى النوم. عليك مراقبة اللحم بعناية أثناء قليها. هوي، ماذا يحدث؟ تقوم كلوي بتحميص المارشميلو في الداخل مع النار المفتوحة أيضاً. قد يبدو الأمر ممتعاً ولكن من الواضح أنه ليس آمناً. المارشميلو تحمست بسرعة كبيرة وأصبح لها قشرة ذهبية. لقد وضعت 6 حبات من المارشميلو على البرجر. ماذا؟ تضيف كلوي المارميلاد إلى كل هذا؟ ثم تضع قطعة علوية من الخبز وتضغط عليها. هذا لا يبدو فاتح للشهية جداً. قد تكون كلوي سعيدة بإبداعها لكن البقية يضحكون على هذه النتيجة. قام الطاهي بالفعل بدوره بقلي شرحات اللحم وإنه يستمتع برائحتها. لنرى ما التالي. أخذ اللحم المقدد وقرر أن يشوي 4 شرائح منها. حان الوقت لتجميع البرجر. يسكب الصلصة على قطعة الخبز السفلية، خس، شريحة لحم مقلية، جبنة ذائبة، قطعة طماطم، وبعض حلقات البصل واللحم المقدد. هل يبدو أنه نسي شيئا ما؟ أوه، لقد شرد الشيف وجعل البرجر مرتفعا جدا لدرجة أنه اضطر إلى تثبيته باستخدام سيخ. الآن أصبح البرجر الرائع الذي أعده الشيف جاهزاً. الجدة مصدومة لأن الجميع قد أعدوا كل شيء بالفعل. إنها تأخذ البصل والخيار وتحاول أيضاً إنهاء الطبق في أسرع وقت ممكن. تأخذ الكاتشب والمايونيز وتصبهما على البرجر. تبين أن الأمر غير مرتب تماماً ولكن الجدة تمكنت من فعل كل شيء. يعجبني. أوه يا إلهي، ماذا يحدث مجدداً؟ كلوي تشعل النار في شيء ما مجدداً. قررت أن تذيب مصاصة على البرجر. علينا الاعتراف، فكرتها مبدعة ولكن هذا لا يزال خطيراً جداً. لقد توقفت أخيراً وإلا كادت الجدة أن تصاب بنوبة قلبية. حسناً، حان الوقت للتذوق ومعرفة رأي لينزي. شهية طيبة، هيا بنا. واو، اتسعت عيون لينزي عندما أدركت مقدار ما يوجد على الطاولة من طعام. لاحظت على الفور برجر الشيف الطويل. أخبرينا كيف الطعم. إنه جيد جدا. إذن دعينا ننتقل إلى برجر الجدة. أوه، لا تستطيع أكل البرجر بأكمله هكذا، إنه لا يتناسب مع فمك الصغير. كل ما كان بالداخل سقط على الطاولة. وتناول الخبز وحده ليس لذيذاً. لينزي ليست سعيدة. إذن ماذا عن برجر كلوي؟ يبدو أن لينزي تحب الحلوى الحمراء في الأعلى. حسناً، ما رأيك بهذا البرجر؟ أوه، جربت أخيراً برجراً مع مارشميلو ومارميلاد وكل شيء في الداخل. إنه لذيذ جداً وحلو. أنا سعيدة للغاية. لكنها الآن لا تعرف أي برجر ستختار، كلوي أم الشيف؟ أوه، لقد اختارت الشيف. نصر مستحق. هل أعجبكم تحدينا؟ إذن شاركوا الفيديو مع أصدقائكم واكتبوا في التعليقات ما هو طبقكم المفضل. سأكتب لكم طبقي في التعليقات. تابعوني وإلى اللقاء.